العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما ملكت أيمانكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم بسم الله الرحمن الرحيم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون بسم الله الرحمن الرحيم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون بل يأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح Yeah.
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وقل للمؤمنات يغضضن من وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن
والله واسع عليم. وليستعفف. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنه العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يجيب. فلولا ألقي عليه أساوية من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمتغن بها واتبعون. هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحق. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم قال قد جئتكم بالحكمة الله
من قبل أن يأتي يوم لا بيع
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إلى الذي حاج إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرفع وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبدو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحج من الميت ويخرج الميت من الحج ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق
الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قل لا يعلم
بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عسرا أو نسرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصبت لأي يوم أجلت وإذا السماء فرجت وإذا الرسل أقتت وإذا السماء فرجت وإذا الصحف نشرت وإذا الجبال نصبت وإذا الجبال نصبت وإذا الرسل أقتت لحج يوم أجلت ليوم البطل وما أدراك ما يوم البطل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي لآنقات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين خلق الله العظيم على المكيشة.
فلع الصفات عصى والناشرات لم تنحر حكمة بالأمر ثم قدر بالشمسية ثم ماذا ثم النور المشددة وحكمة بضوء هنا نشرات نشرات ماذا يعيبه اذكر ما قال الحار الكائن لا يكون يوضف بطاعة الكاف لأعطى بطاعة أنها ومن فوق الحج على أعطى بطاعة مع ما يوضع من الحج على كحتى ماذا أنت يعني حتى ما قد الكاف بقليل أخيرا طيب بارك الله فيك فالملقي يأتي ذكرى عذرا أو إظهار الحقيقة إظهار الحقيقة نعم إنما نور المشجدة حكمة إظهار الدنيا وإذا السماء لم تبتع حكمها السماء بيت الواجب المتوفي لأي يوم أو أي يوم من هذا إظهار الحقيقة ويل يومئذ هذا إدارة ناقص وجو إدارة ناقص يوم يذل إدارة ناقص إدارة ناقص إدارة ناقص يوم يذل يوم يذل إدارة ناقص كل إدارة ناقص بارك الله فيك إدارة ناقص بلى من أوفى بعهده
لو كانوا يعلمون
يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفجأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله ما في السماء ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض بسم الله الرحمن الرحيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم بسم الله الرحمن الرحيم والقمر قدرناه منازل حتى العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى ونفق
نفخ الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في قلوبهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا